لازم الامور تتحط في نصابها. الاهلي خسر بطوله شكلها ايه؟ الاهلي خسر بطوله ترتيبها ايه بين بطولاته في الموسم او في العام على مدار العام، لان البطوله الافريقيه بطوله سنويه وليست موسميه باعتبار انها بتتعارض مع الموسم، ودي مشكله كبيره جدا اتكلمنا فيها قبل كده، ان الاهلي وانديه شمال افريقيا عموما عندهم ازمه كبيره جدا ان انت بتخلص الموسم المحلي بتدخل بتبقى مستمر في بطوله افريقيا اللي بتنتهي في شهر 12، فما بالك في مصر اللي الموسم المحلي فيها بينتهي في شهر 7، وده شيء ما بيحصلش في كوكب الارض كله. يعني الاهلي جنى يعني اشياء ايجابيه كثيره جدا من مشاركته في البطوله. اولا في 25 لاعب شاركوا في 4 مباريات، وده شيء يستحيل انه يحصل في اي بطوله ثانيه. انت اشركت 25 لاعب على مدار البطوله: الشناوي، باسم علي، احمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، رامي ربيع، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، اكرم توفيق، السليه، حسام غالي، حسام عاشور، كريم ندفد، ميدو جابر، اسلام محارب، جونيور اجاييه، عمرو جمال، وليد ازارو، احمد حمودي، عمرو بركات، صالح جمعه، عماد متعب، عبد الله السعيد، واحمد الشيخ. كم اللاعبين سواء منهم اللي لعب على مدار الموسم 25؟ ده انت كده 23 لاعب مثلا، انت بتتكلم في قائمه، يعني قائمه كامله، يعني قائمه كامله. فبالتالي الاهلي استفاد بشكل كبير جدا من بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد شويه، قعدوا ما شاركوش فتره طويله بسبب ضغط الموسم. حتى اللاعبين اللي شاركوا الاساسيين رجعوا في وقت من الاوقات ادوا دورهم. شفنا حسام غالي كان واحد من افضل اللاعبين في الاوقات اللي شارك فيها البطوله، هو في التشكيل المثالي للبطوله بالظبط، كان نجم من نجوم الاهلي ونجم من نجوم البطوله بشكل عام. صالح جمعه اللي انهى الدوري بشكل مثالي واستعاد قدراته واثبت نفسه بشكل رائع بريقه. كانت البطوله مهمه جدا 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 ان هو يقول انا مكمل، انا ما عملتش بس مجموعه مباريات في الدوري. شفنا صالح جمعه بعد البطوله دي بدون نقاش وبدون نجال هو حاليا افضل لاعب في مصر بدون نقاش، يعني في هذا التوقيت، يعني في هذا التوقيت طبعا طبعا في هذا التوقيت المحدود، واحنا داخلين على مباراه اوغندا، فده شيء مهم جدا جدا انك تكسب لاعب دولي جديد ما كانش موجود معاك الفتره اللي فاتت، ولاعب هيكون له دور مهم جدا في الفتره اللي جايه، خاصه ان كمان اللاعب اللي بيلعب في نفس المكان او بيحمل نفس الصفات مجهد جدا مستنفذ. عبد الله انت لحد دلوقتي بتحاول تعمل له ريكفري، بتحاول تديله جرعه من الاستشفاء بحيث انه يكون جاهز بنسبه 80%. حتى عبد الله الكابتن حسام البدري ما دفعش بيه من البدايه لانه مش جاهز. بالظبط بالظبط، وده كمان خلق لك حاله تنافسيه انضمت لحالات كتير اتكلمنا عنها، سواء في الباك الشمال، سواء في قلب الدفاع، في الارتكاز. بقى عندك حتى المركز اللي هو كان فيه اللاعب السوبر ستار للاهلي في الفتره اللي فاتت عبد الله السعيد، واللي كان سوبر ستار للاهلي والمنتخب مصر والكره المصريه عموما، كان هو بنقول ان هو لاعب لا ينافسه احد، لا دلوقتي بقى فيه لاعب قوي جدا وبقى فيه منافسه رائعه في مركز مهم وحيوي جدا للنادي الاهلي. في كمان ظهور مميز للصفقات الجديده، لما اتكلم عن اسلام محارب اللي بمجرد ما حط رجله في الملعب حسيت انه بيلعب بقاله مثلا سنتين في الاهلي ولا حاجه، اضاع فرصه مميزه جدا وبعدها بدقائق راح سجل هدف رائع، يعني واضح ان هو وكانه منسجم مع العناصر الموجوده حواليه. شفنا وليد ازارو واللي انا شفت ان هو اتظلم شويه في مشاركته، الناس اتكلمت عنه، الناس نظرت نظره رقميه بحته، وليد ازارو واحد من افضل اللاعبين اللي ادوا بشكل رائع في البطوله دي، ما كملش اسبوعين بالظبط، شفنا ازاي بيتحرك وازاي مزعج جدا وازاي في اكتر من فرصه كان هو بتحركاته، شفنا في حتى مش في الكوره بس، حتى يعني استخدمنا هنا مصطلح في الاستوديو ولا هو من تحركاته وازاي وقف على الكوره وعمل الباس، يعني من الحاجات اللي بتبين كلام. كان هيجيب لك كمان ضربه جزاء صحيحه 100% لما يحتسبها الحكم المتواضع جدا فنيا واللي هتكلم عنه برضه، ضربه جزاء صحيحه جدا كان هتسبب في طرد لاعب في مباراه نصر حسين دايب بالشقاوه بتاعه المهاجمين كده لو استخدمنا المصطلح ده. فانا شايف ان هو مكسب رائع جدا جدا للنادي الاهلي. لا النادي الاهلي خرج او فريق الاهلي خرج بمكاسب مميزه جدا من البطوله، وهو ده اللي كان محتاجه. يعني الهدف الاول للاهلي من المشاركة في البطولة دي كان ان انت تخرج بعض العناصر اللي هتستفيد بيها انطلاقا من الموسم الجاي، او يعني للاسف ان احنا بنقول يعني الموسم الحالي مش الموسم الجاي، احنا مش عارفين الموسم الحالي ولا جاي، بنتكلم في شهر اغسطس مش عارفين نتكلم هل احنا في الموسم ده ولا الموسم الجاي. كان 335 يوم ده قبل لقاء سموحة اليوم الاربعاء الجاي، ولسه الفاينل ان شاء الله، ولسه الفاينل والسنة فيها 365، احسبوها معانا بقى انتوا، يعني كده الموسم لا ينتهي، موسم ما بينتهيش. فرغم انا شايف ان رغم ان ده شيء يقتل اي فريق في العالم مهما كانت امكانياته ومهما كان معد البدني بتاعه ومهما كان الدكاتره اللي موجوده معاه ومهما كان الطاقم التدريبي، يعني انت لو جبت مورينيو ولو جبت جراديولا يعني مش عارف ممكن يعملوا ايه، هيبتدوا بقى يشتغلوا بالبلدي بقى. الراحه السلبيه دي جزء لا يتجزا من خطه المدير الفني والمعد البدني على مدار الموسم. الراحه السلبيه دي حاجه يعني بينتهي الموسم بيتقال للاعبين
انسى الكوره، ما تتفرجش حتى على كوره 3 ويكس، خرج 3 اسابيع اجبار اجبار اجبار. لو يعني بالبلدي كده اتقفشت وانت بتلعب حتى في معصومك بتتعاقب اجبار. لازم تنسى الكوره تماما، لان ده انت طبيعه، ده انت انسان بشر، جسمك ده شيء، انت مش اله. فرغم كل الصعوبات دي انا شايف ان الامور الاهلي خرج بمكاسب رائعه جدا جدا، وخرج كمان بمكاسب فنيه وتكتيكيه هنتكلم عنها ان شاء الله.